السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أنا عمرو أبو بكر ودي جوه الصيدلية. حلقتنا النهاردة يمكن من عنوانها غريب، بس هو عنوان مش محطوط عشان ألفت انتباهك ولا حاجة. هي فعلا حقنة الصداع النصفي ب10,000 جنيه، هل تشتريها لو هي كده؟ طب إيه فوائدها عشان خاطر تشتريها؟ النهارده زي ما قلت لكم الحلقه مختلفه وجميله بس شويه غاليه. عملت حلقه قبل كده عن الصداع النصفي وعن طريقه علاجه من الصيدليه بالادويه المتوفره زي التريبتان والزوميك وطريقه الوقايه باستخدام المغنيسيوم والانزيم المساعد 10 اللي هو الكوينزيم كيوتين. الحمد لله ناس كتير جدا ارتاحت على الادويه. الفيديو ممكن تشوفوه من هنا، لكن للاسف ناس كتير بتجيلها النوبه اكتر من 10 ل 15 مره في الشهر وحياتهم تقريبا جحيم، والادويه اللي موجوده مش بتجيب نتيجة خالص، وحتى لما بتسكن الألم بتخلي الناس مش قادرة تكمل حياتها بشكل طبيعي. للناس دي أقدر أقول لهم دلوقتي إن الحمد لله رب العالمين ممكن في حاجة تساعدهم، لكن للأسف سعرها تقريبا 10,000 جنيه، 2,500 درهم بالظبط كده، 2500 درهم حقنة واحدة بتتاخد مرة واحدة في الشهر. أنا عمرو أبو بكر ودي جوه الصيدلية، ويلا بينا نبدأ من جوه الصيدلية. لو جينا نتكلم على الصداع نفسه، فالصداع نفسه بيحصل لما الأوعية الدموية تبدأ توسع والدم يحصل له تدفق بشكل مفاجئ وشكل قوي، يبدأ يحصل الصداع. العلماء والدكاترة لقوا إن في حاجة في المخ بتزيد جدا في الوقت ده، وربطوا ما بينها وما بين نوبات الصداع، سواء الصداع النصفي أو الكلاستر هيديك. كلاستر هيديك ده مشهور إن هو بيجي حوالين العين وبتبقى العين بتدمع بدون سبب. الحاجة اللي بتزيد دي لان هو بروتين معين اسمه كالسيتينون جين ريليتد بيبتايد، اختصاره اللي هو CGRP. البروتين ده او المستقبلات دي لما بتكون موجودة ونشطة بتزيد نوبات الصداع بشكل كبير جدا. فالعلماء في 2018 اخذوا موافقة هيئة الغذاء والدواء الامريكية اللي هي FDA على دواء اسمه إيميجالتي، حقنة. الحقنة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، الحقنة دي هتعمل ايه؟ الحقنة دي فيها مادة متخلقة جينيا في المعامل من خلايا المناعة، دورها انها تقفل مستقبلات الجين الرخم اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، تقفل امه، تقفله. فبالتالي النوبات دي يا اما بتروح ما بتجيش ما بتحصلش، او بتقل بشكل كبير جدا اكتر من النص. ده بيعتبر لبعض الناس وكتير من الناس امل يعيشوا، لا احنا وي كان سيرفايف، احنا ممكن نعيش. ليه بقى؟ لان الناس دي فعلا متعذبة. انت متخيل لما بيجيلك اكتر من نص الشهر نوبات صداع بتخليك تعض الارض من التعب، لما انت تبدأ ترتاح منها، لا يا عم انا هدفع اي حاجة بس مهم ابقى مرتاح، مش بعمل دعاية للبرودكت، يعني مش بعمل دعاية للمنتج ده، بالعكس انا بدي فكرة موجودة وبقى في حاجة موجودة دلوقتي كتير من الناس منهم الصيادلة والدكاترة ما يعرفوش انها اصلا موجودة. اكيد دلوقتي عندكم شوية اسئلة خلينا نجاوب عليها، ولو في سؤال معين مش موجود سيبوه في الكومنت وان شاء الله نجاوب عليه. ايه الجرعة بتاعته؟ الجرعة هي جرعة شهرية بتيجي في حاجة كده اسمها pre-filled bin، دي هي الإيميجالتي، دي هي حقنة الإيميجالتي، بتيجي في حاجة اسمها pre-filled bin، واحيانا بتيجي في السرنج بس البن طبعا اسهل. بنفتحها فيها زي لوك كده، هي دي فور ديمونستريشن بس للشرح، بس تفتحها باللوك بتاعها فبتعمل لك زي لوك كده، بتشيلها من تحت وتفتحها، وعلى البطن كده من تحت على البطن بتعملها، بتحطها كده بتدوس عليها وبتيجي فوق تروح دايس الكليك وتستنى 10 ثواني، هتلاقي انت الالم بيتحرك والابره بتنزل وخدت الدواء. خلي بالك دي بعد ما بتخلصها خلاص ما بقاش فيها الدواء، اللي فيها بيكفي مره واحده بس في الشهر. زي ما احنا شفنا دلوقتي الجرعه، انت هتاخد الجرعه الاولى، ويفضل ان انت الجرعه الاولى تكون حقنتين مش حقنه واحده. ليه؟ لان هو ده بيعمل زي لودنج كده للجسم، يبدا الجسم يتعافى بسرعه. بعد ما ناخدها اول شهر هتحسب من اول شهر، تبدا تاخدها بعديها بشهر تاني. انت مجنون؟ انا كنت فاكر الحقنه دي هاخدها مره واحده بس، هجيب منين كل شهر 2500 درهم ولا 10,000 جنيه؟ والله انا عارف ان هو صعب، انا بقول لك على اللي موجود، لكن خليني اقول لك ان هو دلوقتي ان الحقنه دي التامين بيغطيها، ان في جمعيات كتير واماكن كتير بيعملوا دعم للمرضى، والشركه نفسها شركه ليلي بتعمل دعم للمرضى وبتبدا تديهم الحاجات باسعار مخفضه، او ممكن ياخدوها من خلال حاجات تانية هم بيبقى داعمين اكتر من نص ثمن العلبه يعني. طيب السؤال التاني، هي هتاخد وقت قد ايه لحد ما تديني المفعول؟ في الطبيعي ان هي ان شاء الله ما بتاخدش وقت، لكن خلينا نتكلم ان هي بتاخد من اسبوع ل3 اسابيع. هل ينفع استخدمها وانا حامل او وانا برضع؟ برضه مفيش حاجه بتقول ان هو امن اثناء الرضاعه، او في
دراسات اتعملت على الرضاعة والحمل، فيفضل ان احنا ما نستخدمهوش واذا كان مفيش منه ضرر. يعني السؤال اللي بعده، مفيش بديل للحقن الغالية دي؟ مفيش بديل للإيميجالتي دي؟ لا، في بديل للحقن دي، في بديلين موجودين في السوق، في حاجة اسمها إيموفيك والتاني اسمها أجوفي. التلاتة للأسف تقريبا بيشتغلوا بنفس الطريقة بالظبط مع اختلاف المادة الفعالة، لكن هما التلاتة بيشتغلوا على ان هما بيقفلوا بروتين اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه ده، وللأسف التلاتة نفس السعر تقريبا. تحس ان التلات شركات متفقين مع بعض، ربنا يعيننا. السؤال اللي بعده، هل في وقت معين لازم اخد فيه الحقنة دي؟ لا، مفيش وقت معين انت مطلوب منك انك تاخد الحقنة دي، لكن انت لو خدتها النهاردة انت بتحسب بعدها بشهر وتاخد الحقنة اللي بعدها. خلينا اقول لكم على حاجة، الدواء ده لازم يكون مبرد في التلاجة، يعني بره التلاجة في الجو العادي ممكن يقعد لحد 7 ايام، لكن لو طلعته بره التلاجة ما ينفعش ترجع تدخله جوه التلاجة تاني، وما ينفعش تحطه في الفريزر لانه هو هيخرب. هل الإيميجالتي ده ليه اي اثار جانبية؟ الحاجات العادية اللي احنا موجودة في كل مكان، ممكن شوية احمرار، شوية ألم مكان الحقنة، ولو انت عندك حساسية من المادة اللي موجودة جوه ممكن تعمل زي راشز كده في الجلد، تعمل لك شوية تعب في الأول، لكن مفيش حاجة بتكمل ومفيش مخاطر منها. هل هو أحسن ولا ما انا هدفع فلوس بفلوس كده؟ طب ما اروح اخد بوتوكس، اروح احقن بوتوكس. احقن ايه؟ احقن بوتوكس؟ بوتوكس اللي هو ده اللي انت اتكلمت عنه ان هو بتاع الستات ده، البوتوكس اللي بقى ليه استخدامات كتير جدا غير بس الاستخدامات التجميليه. ليه استخدامات، بيحقنوا بيه المعده عشان يعمل شلل للمعده فما بتاكلش اكتر، بيحقنوا بيه العضلات هنا، فلما يعمل شلل في العضلات بيمنع انتقال الالم، فانت ما تبداش تحس بالالم، فبيستخدم والاستخدام ده متوفق عليه ان هو في علاج المايجرين او الصداع النصفي زي ما قلنا، عن طريق ان هو بيعمل شلل للعضلات فبيمنع انتقال الالم. لكن البوتوكس للاسف مضاعفاته كتير جدا جدا جدا، ممكن اتكلمت عنه في فيديو كامل، وبيبقى محتاج لدكتور محترف علشان يعرف يديلك الحقنه. لكن الإيميجالتي مضاعفاته مش موجوده، وزي ما احنا شفنا انت اللي بتدي لنفسك الحقنه، مش محتاج لا دكتور متمرس ولا دكتور مش متمرس. لا، اصل الدكتور لو لمس حته معينه ممكن حاجه تحصل وممكن لا، مفيش مخاطر البوتوكس دي خالص. السؤال اللي بعده، هل الإيميجالتي دي في منها اقراص بدل الحقن تكون ارخص شويه؟ للاسف لحد دلوقتي مفيش منها حبوب خالص، ولا في حتى حاجه جينيريك، حاجه شبهها رخيصه شويه. لكن اللي انا قريته ان هو دلوقتي بيتصنع منها او الاختبارات بتتم فيها على حبوب تكون قريبه شويه من نفس الفكره دي، واعتقد ان شاء الله قريب جدا في خلال 6 شهور هتكون موجود. خلاصه الإيميجالتي دي هي عباره عن حقنه مسؤوله ان هي تقفل البروتين اللي مسؤول عن توسعه الاوعيه وحدوث الصداع. هو تقريبا اختراع وحاجه جامده جدا جدا، هيمنع نوبات الصداع انها تحصل، او على الاقل جدا هيقلل مده النوبات بشكل كبير جدا. هو اختيار كويس جدا لو كانت حدوث النوبات بتحصل لك من 10 ل 15 مره في الشهر. سعرها غالي، سعرها في الامارات 2500 درهم، سعرها انا حولتها بالدرهم فتطلع سعرها 10000، رغم ان حد قال لي ان سعرها في مصر 15000 جنيه. تستخدمها بنفسك، ملهاش اي اعراض جانبيه وبس كده. اتمنى ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله اللي ممكن تدور في بالكم، وان انا عرفتكم حاجه تكون مش معروفة لكتير من الناس وبس كده. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. ربنا يعين كل واحد متألم، ربنا يكون معاك، بس إن شاء الله في أمل. بيكم بنكبر وبدعمكم إن شاء الله هنكمل ونكون أحسن، وبفضل الله سبحانه وتعالى هتكون حاجة. أشوفكم على خير والسلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا، عمرو ابو بكر.